راج كومار اللي كتير عم حاول اتصل معك وانت كنت مختفي، شو وين كنت؟ ايه صح، وانا كنت عم حاول اتصل معك عمتي كل الوقت، بس كل ما اتصل كان موبايلك عم يعطيني مشغول. هلا المهم، ناندو منيحة؟ نانديني بصراحة هي مانا هون، ويمكن انخطفت، بس هنن رح يرجعوها بسرعة. شو قلت؟ شو قلت؟ كيف يعني انخطفت؟ عمتي دخيلك سامحيني، القصة وما فيها انه آشيش اجا لهون وبعدين اجت ميتري اخدوا نانديني وراحوا. اجوا هالاثنين على هذا البيت واخذوا بنتي نانديني، وانت ما عملت شيء ومنعتهم؟ مبلا عمتي، صدقيني كنت رح اكسر رجلي وانا عم امنعهم، مشان هيك ما قدرت اتحرك ولا امنعهم. اتكسر رجلك، انت واحد سخيف وما فيني اعتمد عليك. يلا تعالوا معي. انا رجلي عم توجعني. بس لا تحكي ولا حرف، يلا. بدي اروح معكم. لا خليكي هون. تعال. رايح. يلا بابا اجيت. ناندو، لما اجيتي لهون اول مرة بعد عرسنا انا بوقتها ما كنت مصدق انه حققت حلمي وتزوجنا. ناندو، هدول الاغراض تركتهم كلياتهم مثل ما انت كنت مرتبتيهم، ما حركت شيء. ورفيقتك ميتري اللي بتحبك قاعده فيها هي ونانديش ابننا، بس هي غرفتك وكلياتنا ناطرين لحتى ترجعي عليها مع ساي. ايه، وبتتذكري هاي الصوره، صوره عرسنا؟ شو فيها؟ طلع يا قلبي، كنتي متوترة بوقتها وأنا كنت عم حاول إني هديكي، وبعدين أنتي ارتحتي ورقصتي كل العرس. بتتذكري شهر العسل تبعنا؟ وقتها رحنا أنا وياكي على ديلهي، نانديني شو قالت لي وقتها؟ بالدبوزة بنص الليل وأنا وياها التعب حلقنا منها. آه عن زد ناندو؟ وأنتي ضليتي سهرانة كل الليل من وجعك، وبعدها ما عاد حبيتي البوزة. هاي التفاصيل كلها متذكرة، كنتي كتير مبسوطة. معقول هيك شي ما بيخليكي تضحكي؟ شوفي، بدك تمسكيها؟ يلا مسكيها. يلا ناندو حاولي. يلا ناندو، يلا يا روحي. يلا ناندو، انت قد ودود. يلا. ايه ناندو، قومي بنتي. يلا حبيبي، يلا يا حبيبتي. يا روحي شوفي. ايه شوفي قديش كنتي حلوة. نانديش يا عمري، شبك حبيبي؟ شبك حبيبي؟ لا يا روحي، لا لا. شفتوا؟ ما في ام بالدنيا بيكون ابنها جنبها وما بتطلع عليه. خلوها تحمل ابنها نانديش، ووقتها اكيد رح تحكي. يلا خدي ابنك بإيديكي. معك حق بهذا الحكي، اليوم ناندو أكيد رح ترجع على طبيعتها، مو هيك ناندو؟ ليكي هاد ابننا يا روحي. يلا ناندو حبيبتي. يلا ناندو حملي. يلا حبيبي، يلا يا روحي. ليكي ليكي كيف عم يضحك لك؟ أنا ويا ناطرينك يا ناندو. شوفي كيف عم يضحك. يلا حبيبتي. يلا ناندو. وقفوا لي هاي المسخرة. عمتي. Oh.
شو عم يصير هون؟ احكوا. اللي صار انه آشيش هاد وماتري وساشين هجموا على بيت عمتي فاسوندرا وخطفوا نانديني. انا حاولت امنعهم ياخدوها بس ما قدرت لحالي لانه هن ربطوني وحبسوني جوات الغرفة. وحتى برنسي كانت معهم بس ما بعرف وين تخبت وقت شافتنا. سيديني شي سمعت الحكي، بدي تحطوا هدول الثلاثة بالسجن هلأ وفورا. وعلى اي اساس بدي حطهم بالسجن؟ هن ما عملوا شي مو قانوني. بالنهاية الزوجة ورفيقتها لنانديني هنن يلي جابوها لهون، ولهيك مالي شايف مشكلة. هنن راحوا خطفوا بنتي من قلب بيتي، وبتعرف إنه هاي جريمة كبيرة. القاضي سمح لهم يزوروا نانديني بالبيت، بس هاي الزيارة تبعهم أساساً ما كانت اليوم. أنا بدي أفهم منكم بأي حجة بيجيبوا بنتي على هذا البيت. أنا معي إذن. أنت عن أي إذن عم تحكي؟ أنا ما عطيتك إذن. تفضلي شوفي. شو هاد؟ هذا هو الإذن. أنت أعطيتيني إياه. شو نسيتي؟ أنا فاسوندرا سينغراتور أسمح لزوج ابنتي آشيش تيواري بأخذ ابنتي نانديني تيواري لمنزل أهله لمدة يوم. بدي توقيعك على تأجيل الجلسة مشان تصير بعد يومين. انت خدعتني من شان وقع على هاي الورقة اليوم يا آشيش تيواري، بس للأسف انت عملت غلط كبير وقت جبت بنتي على بيتك بهاي الطريقة، وأنا ما رح مرق لك ياها. انت ما عدت خجلتي؟ ما رح اسمح لك ترفعي ايدك على آشيش. بدك تعرفي حدودك منيح، واوعك تحاولي مره تانية ترفعي ايدك والا كسرتها وحملتك ياها. جبنا بنتك على البيت مشان مصلحتها، ونحن بنعتبرها بنتنا ومن عائلتنا، عم تفهمي؟ مرت عمي لا تقلقي، هي ما رح تقدر تعمل شيء ابدا. لأنه هي بتعرف إذا حاولت تعمل شيء رح أطلب لها الشرطة فوراً. أنا يلي علمتك المحاماة، وهي الحركات تبعك ما رح تمرق علي بنوب، وإنت ما إلك الحق تجيب بنتي لهون، وحضرتك رح تروح السجن مو أنا، ورح أقدم فيك شكوى إنك خطفت بنتي يلي تحت وصايتي. ما رح تقدري تعملي شيء. يمكن إنت نسياني إنه نانديني مرتي ونحن مالنا منفصلين، وإلي الحق جيبها لعندي، وإنت اللي أعطيتيني الإذن وموقع عليه، لهيك ما رح يطلع بإيدك تعملي شي. روقي واهدي أحسن لك.